الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن اختار لها ليلة القدر التي خير من ألف شهر، والصلاة والسلام على نبي الهدى الذي كان يجتهد في الأشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة فيها الخيرات والأجور، فيها الفضائل المشهورة، وفيها الخصائص العظيمة. فمن خصائص هذه العشر الأواخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها ما أكثر مما يجتهد في غيره، أو ما لا يجتهد في غيره. ففي الصحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشر الأواخر أكثر مما يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين، يعني الصحيح البخاري والصحيح مسلم، عن أم المؤمنين أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشر الأواخر شد معزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ففي هذا الحديث الشريف دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين كان يجتهد في الأشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وهذا الاجتهاد المذكور في الحديث شامل لجميع أنواع العبادة، من صلاة وقراءة القرآن وذكر الله والصدقات وغيرها من الأعمال الصالحة. ومن خصائص عشر الأواخر من شهر رمضان أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، كان يعتكف في الأشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف معناه لزوم المسجد
للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى: ولا تباشروهن في المساء ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في الأشهر الأواخر، واعتكف أصحابه معه وبعده. وفي الصحيحين أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. تيجينا الله سبحانه وتعالى دعنا الله بيغري تجفور شو كاما تيجينا الله دا الله بيغدا النبي محمد أمتنون درو نسو غندي adi doro men sabuda gada lailatul qadri wuronchu gandi na ya fare ummatununda sallallahu alaihi wasallam lailatul qadri batiyenga fisirinyenga allah gana serebe gamundi lailatul qadri wuronga ampasu fisirinyenga ujune qasodi anna batiyen gollenya anna fisiren debari alla gana ngamundi lailatul qadr uronga kem urbane fisire abati golle ampasu wujune qaso batiye ada fisire a fisire nyangel wujune qaso taqriban aw gemme tanchege aro sino sikiro qasuna gati ربما أن تنشغل سيروس كبرى، ربما أن ينتكيني أرباني في سراء أيام قصو تنشغل سيروس كبرى قصو نغتي بتي سراء ما كيف قد الله إيمان لكي دالي كتاب النغن القرآن في إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر وراء الله جنا سرب مقدمون بالصوابي أقدام ورجعي. عند في سرنا بون ينعين بون دانو قندي. عند بتي ينعين بون دي وراء كنو قندي. أم بسنا دا وجن قصو في سرنا مي. لذلك وراء قرون أنتي. Allah gana serebe gamundai wayri sun qason no gondi yogon wata ngu yo masalanga soronga sallini yogon wa qaido yo masalang kore ngami yogon kha yushahiduna televizion yo wata ngu na televizion pai walla yo fota na hayni tebe a har sun qaso gafe ahramun tengi ma amma tu sun qason dangana fisiren de bara baraje ngaga bonu mogobe angana hiburen khade bari khada khaba akha juru bun qorono kundunya gelanga man nganen chiti na fisiren de bari magan nganen chiti tanga fiburen de bari ni ya allah da pare ngumotonun doro na kewur barkinte ni warjagai Allah ne manda tise
awa Allah faren kamma kande annabi nyimme Muhammad ibn Abdullah adi dun konu ake annabi nyimme be sun qason tamule gare nganaro adina khanen chitini aga durgotono tamule gare keno gondi aganta durgote be menyana aganta durgote be nyana tamule gare ntanadi ah okuyo gonu kha allah kute nga bonon minna sun qason tamule gare nganaro golli buru nyange hasidaku besen khonnaku fofo dambe tagana khoro nyampa me maha onan pinne me ona me doro miskino on pinniya yetime lemu on pinniya kesuni mani kesuni fi sir nyange nya igara nyange kanu danga sun kaso keno kote Allah ne manga sere su kamma anga nya khedo Allah pare en kandenga ma al qiyam sanganchi Omar muslim a sun ka sun tamule gare ayang khoide orano khondi Allah do warjaka tamule gare ora wari wana Allah kufa kamma wana Allah mama kamma wana Allah nyaga waga da ke ana koyoi jemundo khairi kitamule gare ayan kha khairi gebe ngano gondi de baraji gebe ngano gondi Allah gana serebe magamundei fasangun tagu mpo khore afo gebe ngano gondi khasaisun wano gondi hin wano gondi Allah gada wuroke tambula gada ke khere khere ti kumpi wa kunta kitene kasu kutundi de kunta kitene kota kutundi de awgilla akhasaisun yugonwa tambula gare nganaro Allah faren be sallallahu alaihi wasallam Allah ga yampamaga agar fofo kanda Allah yampamaga ayi durugo tende badi wa ma kulli dalika ayi durugo tenyana durugo tenyana tamule gare keno gonda ganta durugo te be na tamule gare ntana faren ga bi duru ina ganin ci ti hibe ni tende koy nanti kota gore ni ken kota ide kota khoreni ken wuru khoreni ken ken wuroide on maga dunya go firni aga telle no kiti durun to ummu oma oma aisha faren ko je dunke ko agari al imam muslim kitabi sahante kedi oma aisha dalagani faren ko jidun kenyani iyana faren gollu gollu wononga hebe nu gayna kompon no gondi sere ganta sere ne sere kundun ganta tentu ganta ko jidun ko agara faren korosi ati faren yi sallallahu alaihi wasallam sun ka sun tambula gare nganaro Allah faren yi duru qotono ayi dina khanen chitini nan duru qoto tambula gare keno gondi durgote be agantan agantan yana tamule gare ntana wa aile rini fi sahih al bukhari wa fi sahih muslim nambagu oma aisha qali ada ko nanti sun qasun tamule gare nganaro alla farenga sallallahu alaihi wasallam anina khanin siti ani tagafen chiti tagafe be gai mana ni ngunon londi ani ngunon chiti
يعني أنا لا تبكى يقجي دونكونا أنا سورة بكية أنا إورون غريندي ناوري ناورو أوروكين غريندي نا تلفزيونيا هاي أفلامونيا هاي المسلسلات نالو مواقع الإباحية نالويري نالو يوتيوب نغوني سوغانين تون انترين كاندي لا وكلا هاشا لله هاشا لرسول انا ماني انا سيغي اجي ورون غارين ديني اغا القران خرانغا اغا سليني الله دا اغا هينني مسكينونغا اني دون كون غارين دي خيرين شانجاني نيا هايكي خجري قاغنا فوتانو غدي انا خيرين قانو اندو دانغا امري فونو اندون كونو ان يقوند علمو ان خيري كي خاني اخادان اخانا فوتانو خوندي اخانا يقولون بام باغانو خوندي الله فارني كي ادبر كي وروما يا فريده كين قال الله يام با فارم ما تقدم وما تاخر وما ذلك عائشة غرتيرن دا تانونغا ييتي اغا سيكي تانونغا ييتي اي رسول يا لا الله ما يامبانك مغابا اتي يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا اي عائشة يا لا نتنيانا الله دا كوموي كومي بيغا الله كوفانا غا الله ماما نا غا بركن جوكونين الله دا الله دين دورو ايامبيم مغا قانا نيا كومي كومي بيغا الله كوفانا انغا الله ماما هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم او گلی کے تمول گرے قصائص وخدی فارنی اعتکاف یانانا قبل هذا کی حدیث لغرب یوگرا کو اذا دخل الاشهر الاواخر شد معزره واحيا ليلى وايقظ اهله توغدون كونتي كي حديث فوائد البرغا بكاي دليل يعني اغا افسمونتا كونكوي تمول غير كيف افسمونتا كونكوي ويري ادا كوننتي فارني دورغوتون كي دورغوتي سفن بيغا كوني كي حديث نغوندي allo gontenyani batien nonen da manchurona no gondi batien torona no gondi batie gabak na uturun cikke nan cigi allah da na alquran qara allah da na allah finko haran laganta poda astaghfirullah subhanallah la ilaha illa allah allahu akbar فخوري نهاي النبي موسى غدا الله نا هوكوري دا ايغا الله فينكو نتاي الله دالي النبي موسى دا تي لا اله الا الله النبي موسى تي الله دانا وكل عبادك يقول هذا انكم انتوا سوسو كيكونو يا النبي موسى ما الله نا دودان قلكنيا دودان قلكنيا سريغان في كفال ما مهيبين الله بانغاندي يا موسى لو وضعت لا اله الا الله في كفه والسماوات والارض في كفه لرجعت كلمه لا اله الا الله موسى انه لا اله الا الله انت وريان ننتي بات فوسنتونو تي تومو اذن قونا باتي أغبانيا الله سبحانه وتعالى أنا كان بطن يريد أن يمبطن يريد أن يرى ميدين تاتين نا لا إله إلا كاربان لا إله إلا الله جيتا أو قل لي كيو تم لغري كندوا خصائصون قدي فارني اعتكاف يرانغون اعتكاف يرانغون وما قال لي من السنن المهجوره من السنن المتروكه
anga serebinu wala iganyana alloko alla ko moy gonu yerno kunne alla di kiline manga kunya da barniere lakin lil asaf shadid usuka umante konda da bari اعتكاف مولد الكبه نمسيد اللزم اللماقو ان ندو دورا قندي الله تعالى نعمر خمبتيه الله تعالى باتيندا مسيد النقندي اعتكاف النكيا ان ندو خبس مسيد ننتاق مسيد النقندي ننادو مسالة نهيدي سرونا لتاقان كارانا مسالة اي anna allah mbatte mbana de bari salle quran kharangi allah fin ko nge anta battana de gal nokudi allahumma danta bakke bi ganan kam wajibi nga allah tay gande kitanan wuda man nam bugun de gande ko sellanga anyi gande ngari ni katta nga anta bakka joxenga amma kam siide en karanga anyeme anta telenu qusudi bare nya de barni geli tamule gare nganaro abakka salle ngutu ban ko tanye e tikafu na gelli awa asbatin tayani allah kitabe daro faran sunna allah subhanahu wa ta'ala allah bangandi khama ga yarum bi sallim ma qu wal halu qa itikafu yemmu nyana khaymi sidu nokon بمعنى نقطو اعتكافا ناقو الحالة ما أنت تليقنا يعرم بي صلم ماقو قنتين تيا مسيد النغن يعني اعتكاف أصبت الله كتابين وكذلك أصبت أنت الله فارين دا اعتكاف دباري أصاحبون دباري كفيني ومنا عايشة حديثين غري هبه غري بخاري ومسلم دي تفارين اعتكاف ينسون قصون تمول غرين ما الله غا فارين تاع تي مغفكا الصاحب قال اعتكاف نيك فينا الله فارين ارو الله فارين فاتحل اذا الاعتكاف من المشروع من المشروعات في الاسلام مشروع في الاسلام وكذلك الله فارين الاعتكاف اكا اكوجي دون كون قال اعتكاف دبري فاتم فارين فاتحل بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ففي هذه الأشهر المبارك فيه ليلة القدر ففي هذه الأشهر المبارك عشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر التي شرفها الله سبحانه وتعالى ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها وبركتها ومن بركتها من بركة هذه العشر الأواخر أن القرآن المبارك أنزل فيها قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين وصفها بأنها مباركة لكثرة خيرها وفضلها وبركتها
وفيها ليلة القدر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، بمعنى الشرف والتعظيم. القدر بمعنى الشرف والتعظيم، ويأتي بمعنى التقدير والقضاء. إذن ليلة القدر، قوله تعالى القدر يحتوي معنيان، معنيين فيها معنيان. المعنى الأول معنى الشرف والتعظيم، وبمعنى التقدير والقضاء. إذن فليلة القدر ليلة شريفة عظيمة يقدر فيها ما يقع في تلك السنة من الأرزاق والآجال والشر والخير. وهذه الأشهر فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليلة القدر تحروا ليلة القدر في الأشهر الأواخر من رمضان. وهي في الأوتار أقرب من الإشفاق، من الأشفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر، وفي سبع الأواخر، وفي سبع الأواخر أقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في سبع الأواخر. تيجينا الله سبحانه وتعالى دعنا الله بغن تغفون تكاما الله نما أدا كسي أو الله فارسنين كما صلى الله عليه وسلم أدي دنكونو أدي صاحبانو أدو سرسو أنجد فارين دغا كلين غرين مع القيامة سنغج ومار مسلم ومجروغا سفينة كي قصو بركنته خاصة كي تم لغربي وغرا أنو غندي هر مرم منين غنين شيتي اللهم باتنغا خير نيانغي هر غناي جيم لنغ تنيا كتي سومانا هر غناي كوين دي سيري نياي هر غناي زيارة أخاوية نياي مارين كوين دي نياي براجة نيان سفنانا ke tamula gare kundu ke tamula gare be ogano gondi laylatul qadr na ke tamula gare ati zalika tuam tuahudun konuda ko iganati tamula gare na utuge le tampile ndo bane na ndaga wala tampile ndo kabu tampile ndo bane tampile ndo siko tampile ndo karago tampile ndo nyeru tampile ndo kabu حديث كبيرو غري فارم بي دو ليله الخضر خبارن غري كات امتونا اياندا اجابي نانتونا مورو تم لغره يانو كنت وسر بيغادي الله غره مخوندي كن هر مرن من غاتو نانتا نكياري تم بيلو با ولا تم بيلو كروال تم بيلو نيرو اتاغنا درو كن انا كي غران بي انا هيسير يانو كن يو ana tammu la gare kiano gonni laylatul qadr kebe alla gara wurugi aga fonnan shirahu alla da wurugi urukutun kamma a fonnan shirahu fare ndi yu motonun kamma ni warjakai na khairi gaben kiniya na baraken kiniya ha alla ke amakute to gode yo hintoro okuy miyamaga
ibe gane wulalin intenga anke nga an nagane chitini na khairun golunya na hibur nyangun tono serebe gane wulalin inteng serebe khala ni garma jigenga hari gana amputu katyar janna fulaqenga an sage antoron idan ke laylatul qadr ro urugin teyan Allah bangandi oda qur'ana yang kandi ti laylatul qadr ro ke urugin ta hun cha buda qur'ana yang ka nangiri lawhul mahfuz nalli katti duna kam pata fanake baitul izz aya laylatul qadr ro nyai sun qasol nananya sun qasol nyari sun qasol da kan kota laylatul qadr ro قرآن ينقكي نالي ينقنونا جملة واحدة تاباني أتوكنونا قرآن قابانا بانا ينقنا حسب الوقائع والأحداث هاجو غناكي يكيبي جبردو كنا ينقى قتل لقارن لكن قرآن بغو كنر أبغو لوح المحفوظ والحمد سنقصو ليلة القدر رو نالي منا إلى سماء الدنيا إلى بيت العز سماء الدنيا إذن الله تي ورا قرآن ينقل أور بركة وركبه الله سبحانه وتعالى حين يخيم بكمل هو غيانا واغا Now to Sasa Ngarama Waga, Hoga and a Kenno Hondi, Warjake, Sate, Fofo Dambiaga Haramare Mekta, Asunyana, Kenchin and Honda Sunyana, Rakutun Kim Urbanian one, Urbara Kintay. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kirin and T, Allah Bangani, Ura Kurana Yang Kandi, Uruginte, Urokebe Urugintengani. Urokebe khorengani Allah maka wala rakuto nguro kama nakala nguntenga hiru benu rakuto nukenchi neno kondi aga kiti nanti wanyana Qur'ana yanka kenguro nyati ila leilatul qadu uro uru ginte nyani uru khore nyani hibi guanyana sine neno kondi geli warjakondo satundo خير لو بني الله واسورة كتنو أو كيتين تاسوا كمربانا ليلة القدر ورو وطانا تمو لغرين يانو قل فعلينا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ورو قد يقدري تمو لغرين سنقصون تمو لغرين ka ana joninu nyadi dinan ta shafinu shafini kanya shafini azawj shafini man mehillo hillo 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 hibe gaftigi jonia e tambilero na gato shafini tambilero tumu shafini tambilero shegu shafini idan jonini kanya tambilero bare tambilero sikko tambilero karwo tambilero nyiru tambilero kam faren to na lelel khaduru ona muru kwati ono na khanin chiti na fisil nyange ngabondano ko way farenti qada yukhdari joni di gele son qason tam lagaren jo a joni nun lakin nyeru lagare ado kenyan tinta akite ndo kenyan paulanta masaiba yo ubay ibn kabu ga kunananti tambilo no nyeru nya wal hada tuagudun kon وأنا أقول لك أن المحققون من أهل العلم يقولون أن القدر هو أن تثبتني حال بالي بل تنتقم أو تندنا أن أنا كي كيسين أو أنا كي كيسين أنا كي كيسين لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى gundo be gadi Allah na tu adamu gundi karengu motonunga
فرين تاغون ما غابو كي سيكا سين ما غابو ونونا غانين تشيتي تامولا غريكينو غوندي لعل الله الله نو غموندي ليله القدر ورونا ونا في سيرين نيانغينيا غابوندي هاد مريم ما غا كاري غموندي دي غابوندي دي ما غا سومبو كوتي غابوندي دي ما غا الله كوتي نوني ما غا كين غابوندي دي alla ganta foho mulla maka kenya anga ma posire de bari maka hobre de bari annam pinne miskino nga annam pinne tahalle munga hogan ci maka annam pinne yetime lemunga sallem bayti ene anni sallinyira mun kutu ase ngandanga anna kiniya ana nyagali kero iyon kindi alla na nyagali lanyon kindi kati arjannai في سيرنيانغي سيرسوتو مانغاناندو تاو هيبرن قالي انغاتو مانغاناندو تاو كمبري و الله سبحانه وتعالى ياغانا الله غنا وغا خالنكو جمدو خير الله غنا صحه دومان دي الله غنا اور جانا لي مانان كاغو فوسري الله غنا اور جانا لي مانان كاغو فوسري الله غنا جمي سبتين ديني او كفوندي الله غنا جمن سبتين ديرو كفوني يا الله جمن انانك الله كيتندي نصرو غموندي انانك الله كيتندي هاري هار مريم مونغنا ان غنن تي تي و جمن دبرني انك الله غمار مران تانيانا او دو جيكن تشم بندان الله انت قادر على كل شيء انما جمن سبتين دو امينا خاني ان سوخي انسدي بكا اوسوندو موندي ان مي خاني أن تنسبتي نوصل لموندي أن خيري فوتو كاتو دبل أن خيري فوتو كات إسلام ننفو دبوما الله وانياغنا أن تمي مغسر نيوودانا وانياغنا أن تمي مغسر نيوودانا أنو لغرون شروندي أنو جنوبون قفار ساوا انتفنو بينو غدو ساوا أن ينفي مغا أني هنا أني هنا ودوا نيدانا وروندو كيه وقال لك ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إذن أمك يا سروي سروي بنوغا دوستا ما خيرنا إذا خيرن مفوتو كدبيني إذا كدبين نورو ناقراندي أمغوني ننجلو جكونك من نقبه umma ona alla yagi danga durugoto ibenu gari gari debari arni baraji futundu benu al iga agadi kita har mare mento duragunu futunde alla ganyam bana odi maga rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله